الطريقة الأولى هو كنمشيو لشي متصفح بحال جوجل كروم أو لا موزيلا فايرفوكس، وكنكتبو واتساب ويب. ونخلي لكم الرابط ديال هاد الطريقة أسفل الفيديو. من بعد كنديرو لا ريشيرش على أساس نلقاو الرابط ديال هاد الصفحة هادي. دونك بالنسبة للرابط هو هذا، غنخلي لكم أسفل الفيديو. فوالا، ملي كتجينا هاد الصفحة هادي، دونك هنا كيشرح لينا الطريقة اللي خصنا نتعاملو بها. دونك الطريقة الخطوة الأولى هو كنحاولو نحلو الواتساب في الهاتف ديالنا. الخطوة الثانية هو أننا كنمشيو لي تخوا بوان اللي هما أوتخ أوبسيون، وكنختارو واتساب ويب. والخطوة الثالثة هو أننا كنحاول نوجهو الكاميرا ديال الهاتف نحو هاد الكود باغ هذا أو هاد المنطقة السوداء. فوالا، لاحظوا ملي كنقوم على العملية على مستوى الهاتف، فوالا هنا كيصبح الواتساب عندنا كيشتغل في الحاسوب. يمكننا نقوم بعدة عمليات. لاحظوا معايا دونك